السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما في الدرس ديال الديود، دونك في الديود كنلقاو ثلاثة الحالات، إما ديود إيديال، ديود إيديال يعني ما عندوش طونسيون دو سي، طونسيون ديالو إيكالا زيرو، دونك الكورب ديالو غير كنعطي طونسيون كبر من زيرو بوزيتيف، في أ ككبر من زيرو كيدوز، هذا كيتسمى ديود بارفيت. ديود بارفيت يعني خاوي، دونك ديود بارفيت ما عندوش طونسيون دو سي ديالو تساوي زيرو. الموديل الثاني كيتسمى موديل براتيك، هو اللي كيتستعمل بزاف. موديل براتيك كيكون الديود عنده واحد لا طونسيون دو سي ديالو، الا كان مصاوب من السيليسيوم كتكون 0.7 فولت، الا كان مصاوب من الجينرمانيوم كتكون 0.3 فولت. اذا هنا في هذه الحاله الديود الا كان مدوز كنعوضو بجينيراتور دو طونسيون اللي القيمه ديالو 0.7 او 0.3 فولت على حساب مناش مصاوب. هذا كيستعمل بزاف، اذا الكورب ديالو كيبقى مبلوكي مبلوكي، ان فوا نوصل لا طونسيون نوصل قد لا طونسيون دو سي ديالو كيولي مدوز. الموديل الثالث هو الموديل كومبلكس، يعني الديود كتكون مع ريزيستانس ديناميك، ريزيستانس سيري لداخل. اذا في هذه الحاله الديود كنعوضو بجينيراتور دو طونسيون اللي كان مدوز زائد سيري مع واحد لا ريزيستانس اللي كتسمى ريزيستانس ديناميك. اذا بالنسبة للكورب ديالو كيجينا على هذاك الشكل. غادي نشوفو الكالكيل في في في, في الكونتيني ديال لا ديود. إذا عندنا خدينا ديود هنا في هاد الحالة، ديود من سيليسيوم طونسيون ديالو هي 0.7 فولت، عندي جينيراتور دو طونسيون فيه 12 فولت، وعندي ريزيستونس دو كيلو، وعندي الديود. إذا لي ميثود داناليز أشنو هما المراحل اللي كنتبع؟ المرحلة الأولى هي كخصني نعرف الديود واش مدوز ولا لا، ديود واش باسون ولا ماشي باسون، يعني الا كان الكورون كيدوز من الانود للكاثود راه باسون، كان العكس راه بلوكي. اذا عندي البوتنسيال الفوقاني هو البليس، يعني هو اللي فيه 12 فولت، والبوتنسيال التحتاني هو الموه، هو اللي فيه 0 فولت. اذا الكورون غيتم جاي من البليس للموه، غيجي الكورون من الفوق غيدوز من لا ريزيستانس ار واحد، دونك هذاك هو الكورون اي ار ان، غادي يجي غيوصل للديود، دونك غيتلاقى مع الانود يعني غادي يدوز. اذا الكورون عندي هو اي دي ان اللي غيدوز في لا ديود، وغادي يضرب الدوره ويرجع. المرحله الثانيه هو شنو كندير، كنديتيرميني لي طونسيون، لي طونسيون سواء في لي بوتونسييل او لا في لي ريسيبتور، كنعرف لي طونسيون شحال كاينين. ف دي ان عارفين لا طونسيون ديال دي واحد هو 0.7، بقات لي دابا لا طونسيون اللي غتكون في لا شارج ار واحد. اذا الحاله الاخرى شنو كندير، كنحسب لي فالور ديال لي كورون ولي طونسيون اللي كاينين عندي في هذوك لي ريسيبتور. اذا انا عرفت بانه عندي الطونسيون ديال الديود 0.7، والطونسيون اللي جاياني من الفوق من الجينيراتور هي 12 فولت. اذا 12 فولت لا درنا الواد مايل حيد منا 0.7 اللي غيديها الديود، غتبقى لي 11.3 في لاشارج ديالي في لا ريزيستونس ار واحد. دونك هادي واضحه. اذا انطلاقا من عرفت الطونسيون غادي نعرف الكورون بالوادوم. عندنا الطونسيون كيساوي الكورون في الريزيستونس، اذا الكورون كيساوي الطونسيون على لا ريزيستونس. الطونسيون هو 11.3 قسم على 2000 اوم، لانه 2 كيلو هي 2000 اوم، غتعطيني 5.65 ميلي امبير. ميلي امبير. ليكزامبل الثاني خدينا 4 ديال لي ديود، غادي نطبقوا عليهم نفس هذوك 3 ديال المراحل اللي شفنا. عندي دي واحد دي جوج دي 3 ودي 4، وعندي جوج ديال لي ريزيستونس ار واحد وار جوج، وعندي الجينيراتور ديما في 12 فولت، والطونسيون دو سي ديال الديود ديما 0.7 فولت. اذا اول حاجه غنشوف الكورون من غيدوز. عندي الطونسيون بوتونسيال الكبير هو الفوق في 12 فولت، بوتونسيال الصغير هو التحت في 0 فولت، دونك 0 فولت من التحت 12 فولت غتجي من الفوق. اذا الكورون غيدوز من البليس للموه، اذا دي واحد غيكون باسونت اي دي ان، اي دي دو جاتو جا الكورون مع الاتجاه ديال الكاثود ما غاديش يدوز، اذا ما حتى دي 3 ما يوصلش للكورون. اذا الكورون اللي كاين دي جوج ودي 3 كورون يساوي صفر، لان الديود مبلوكين في هذيك الحاله.
دونك الكره ما غاديش يدوز، غادي يحبسوا الديود دي جوج، غادي نكملوا. اذا الكره غتحبس في دي جوج، اذا دي واحد هو نفسه اللي غيدوز في ريزيستانس، هو الكورون اي ار واحد. غادي دي كاتر غادي يدوز لان جا الكورون مع الانود، دونك عندنا اي دي كاتر، وغيتقسم اي دي كاتر و اي ار جوج، غيمشي لاخر لا شارج اي ار دو، وغادي يضربوا الدوره ويرجعوا البوتونسيال نيجاتيف. اذا اول حاجه عرفنا ان الكورون كيساوي زيرو في لا ديود دي جوج ودي ثلاثه، ما وصلهمش الكورون. عندنا الديود دي واحد فيه 0.7 فولت، طونسيون دو ساي ديالو هادي هو ودي ربعة، حتى دي ربعة فيه 0.7 فولت. اذا عندنا 12 فولت هي اللي داخلة من الفوق، عفوا 0.7 منها غتبقى في الديود دي واحد، اذا هذيك البوتونسيال غنلقى فيها 11.3 فولت، لان هي 12 نقص منها 0.7 ديال الديود، غتبقى لي في ديك البوتونسيال 11.3 فولت. غادي نشوف دابا في الديود دي 4 شحال غتكون تما لا طونسيون في ديك البوتونسيال الفوقانيه. اذا في الديود دي 4 في 0.7 0.7 وعندي لتحت ديالو كاين بوتونسيال نيجاتيف، كاينه 0 فولت. اذا لا درنا الفرق ديال لي بوتونسيال غتجيني الفوق كاينه 0.7، لان 0.7 نقص منها 0 فولت غتبقى لك هي 0.7 اللي بقات في الديكاس. و عندي ريزيستانس ار 2 راه باراليل مع الديكاس، حتى هي غيكون عندها نفس لا طونسيون ديال الديكاس، حتى هي غيكون فيها 0.7. اما لا ريزيستانس ار 1 ف لا طونسيون اللي خرجت لينا منها في البوتونسيال هي 0.7، واللي دخلت لها هي 11.3. اذا 11.3 اللي حيدتي من 0.7 اللي خرجت بقات 10.6 فولت في لا ريزيستانس ار 1. ولا ريزيستانس ار 2 راه قلنا باراليل مع ديكاس، يعني عندهم نفس لا طونسيون اللي هو 0.7. دابا عرفنا لي طونسيون ديال ديالهم، بقى لي لا طونسيون ديال دي جوج ودي ثلاثة، لان قلنا الكورو فيهم هو اللي كيساوي صيرو الكورو ماشي لا طونسيون. لا طونسيون عبرت من الفوق بالمليمتر من الفوق حتى لتحت بيناتهم بجوج غنلقى 11.3 فولت. اذا هذيك 11.3 فولت مادام دي جوج ما غاديش يدوز غتبقى محبوسة في دي جوج. اذا لعبرت دي دو غادي نلقى 11.3 فولت، ودي 3 تكون فيه زيرو زيرو فولت لانه ما غاديش يدوزو هادوك، دونك غتبقى 11.3 فولت محبوسه في دي جوج، ودي 3 غتبقى فيه زيرو فولت. بقاو ليا لي كورون، دابا غادي نحسب لي كورون. دونك اللي تعرف لي طونسيون راه ندير الوادوم سهله ونعرف لي كورون. اذا باش نعرف الكورون ديال لا ريزيستانس ار واحد راه هو لا طونسيون على لا ريزيستانس. اذا لا طونسيون ديال لا ريزيستانس ار واحد هو 10.6 غنقسمها على 2 كيلو اللي هي 2000 اوم، غنلقى 5.3 ملي امبير. و الا بغينا الكورون اللي داز في ار 2 ثاني غنديروا الوادوم، هي اي على ار، اي هي 0.7 مقسوم على 220 اوم هي 3.18 ملي امبير. اذا بقى لي الكورون دابا اللي غيدوز في الديود دي 4، غادي ندير عندي واحد النود تما ندير لا لواد نود. اذا الكورون اللي دخل هو اي ار 1 واللي خرجوا هما اي دي 4 و اي ار 2، يعني اي دي 4 هي اي ار 1 ناقص اي ار 2، يعني هي 5.3. لو بغينا نحولو الأمبير في 10 أس ناقص 3 ناقص 3.18 و 10 أس ناقص 3 عطيني 1.67 ميلي أمبير. غادي نمشيو ليكزومبل نيميرو 3، ديما عندي لا طونسيون دو سي ديال الديود هي 0.3،
عندي ديما طونسيون ديال الجينيراتور هو 12 فولت، دونك عندي 12 فولت. البليس هو الفوقاني، لتحت 0 فولت هو الموا. اذا اول حاجه غادي نشوفو الكورو من غيدوز، غيدوز من اي ار واحد، غيدوز في الديود دي واحد، دي جوج ما غاديش يدوز لانه جا من جهه الكاثود. اذا دي دو غيكون الكورون ديالو 0 امبير. اذا الكورون اللي داز في اي ار ان وفي دي ان هو نفسه اللي غيدوز في اي ار 2 لان دي 2 مبلوكي، هو نفسه اللي غيدوز في دي كا في دي 3 وهو نفسه اللي غيدوز في دي 4 اي دي 4. اذا بحال ولاو هادو كاملين اون سيري مادام دي دو بلوكي، دونك الاخرين ولاو كاملين اون سيري. غادي ندوزو دابا باش نعرفو لي طونسيون. اذا عندي طونسيون معروف في دي واحد ودي ثلاثة ودي ربعة هو 0.7 في كل ديود، 0.7 دونك في دي واحد، 0.7 في دي ثلاثة، و 0.7 في دي ربعة، حيت هادو هما اللي غيكونوا باسونت مدوزين. اذا عرفنا دابا الطونسيون اللي كاين في الديود. اذا لو بغينا نعرفوا الطونسيون اللي كاين في الريزيستانس ار واحد شنو هو، هو الطونسيون اللي عندي الطونسيون اللي دخل هو 12 فولت، وعندي دي واحد خدا 0.7 ودي 3 خدا 0.7 و دي 4 خدا 0.7. اذا الا بغينا نعرف الكورون توتال نقدروا نديرو الواد مايل، نقدر ندير الواد مايل نعرف الكورون توتال. اذا الا درت بغيت الكورون، دونك الكورون اللي داز في ريزيستانس الاولى هو اللي داز في ريزيستانس الثانيه. اشنا هو الا درت الواد مايل غنلقاه هو الطونسيون ديال الجينيراتور نقص منه 3 في اي دي، يعني 3 ديال لي ديود في اي دي هي 0.7 في كل واحد، 3 في 0.7 هي تقريبا 2.1 فولت. اذا 12 تقص منها 2.1 فولت وتقسمها على المجموع ديال لي ريزيستانس ار 1 و ار 2 اللي هي 3000 اون، غنلقاو 3.3 ملي امبير هو الكورون توتال. اذا دابا عرفت الكورون توتال اللي هما متساويين، اللي كاين في دي واحد هو اللي كاين في ار واحد، هو اللي كاين في ار جوج، هو اللي كاين في دي ثلاثة، هو اللي كاين في دي ربعة. اذا نقدر نعرف دابا لا طونسيون ديال لي ريسيبتور. ف ريسيبتور الاول ار واحد فيها ان كيلو، يعني غادي ندير الوادو 3.3 في واحد هي 3.3 فولت. بالنسبة لار جوج 3.3 في جوج غتجينا هي 6.6 فولت. دونك العملية سهلة. بقى لي دابا نعرف طونسيون اللي غتكون في دي جوج، لأن قلنا واخا الكورون ديالو يساوي زيرو راه تكون فيه واحد لا طونسيون. إذا دي جوج ساهل باش نعرف الطونسيون ديالو، راه هو باراليل مع ار جوج ودي ثلاثة، يعني نقدر نجمع الطونسيون وعرف الطونسيون ديال ار جوج نزيد عليه الطونسيون ديال دي ثلاثة راه هو الطونسيون اللي كاين في دي جوج، يعني 6.6 نزيد على 0.7 غتجينا شي 7.3 واقيلا 7.3 فولت. أولا الطريقة الثانية هي عندي الطونسيون اللي دخلات هي 12 فولت، 12 فولت حيد منها 3.3 اللي بقات في الريزيستانس وحيد منها 0.7 اللي بقات في الدي واحد غتشيط ليا 8 فولت. والبوتنسيال اللي كاين عندي لتحت هو ديال الدي 4 يعني فيه 0.7، اذا 8 لنقص منها 0.7 غتبقى